في درس مشكل الآثار منذ قليل سمعت ما قلته يا شيخ، أو ما قلناه مرسل صحابي. ايوه، أنا هل قول مرسل صحابي مقبول لكن مش مرسل صحابي. اتفضل، يعني ايه اللي انت، ايه اللي يعني المشكل عندك؟ لا يعني توضيح أكثر بشأن هذه الكلمة؟ ايوه، توضيح اكثر بشان هذه الكلمه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ساسوق مثالا اوضح الاختلاف فيه. قالت عائشه رضي الله عنها كما في البخاري: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخرج الى حراء ويتعبد فيه. كلام هذا حصل قبل ان تولد عائشه بخمس سنوات، لأن الكلام هذا في بداية البعثة، والرسول مكث في مكة 13 عاما وفي المدينة 10 سنوات، يعني 23 سنة. عائشة مات الرسول عندها 18 عاما، يعني الحدث الذي تحكيه عائشة رضي الله عنها كان قبل أن تولد بخمس سنين أول ما بدأ به رسول الله من الوحي. فكيف ذلك يسمى مرسل صحابي؟ فعائشة إما أن تكون أخذته من رسول الله ولا حكى لها عن الموضوع مرة ثانية، أو أخذته من صحابي آخر، لكن مرسل الصحابي مقبول.